كتير ناس عم بتشاهدنا ومش بس صوتك ويمكن سمعوا ترانيمك، لكن أكيد في عندك رسالة بتحب توجهيها لكل مشاهد. خلينا ممكن نعملها على مرحلتين. المرحلة الأولى الناس اللي من خلفية إسلامية أو المسلمين اللي عم بيشوفوك وسمعوا اللي صار معك، ويمكن الأمر غامض أو مبهم، شو اللي عاوزة تقولي لهن؟ اللي بدي أقول لهم إنه probably يمكن واحد شاعر إنه واقف بشارع مسدود، وأنا متأكدة ما فيش واحد مش مختبر المسيح بينام على مخدته بالليل وشاعر بسلام، لأني أنا كنت بهذا المكان، كنت قاعدة فيه. فأنا بقول لك في أكتر من اللي أنت ما توقف وما ترضى وين أنت. يعني أنا أكتر شغلي بقدر أقوله للشخص المسلم، الشخص المسيحي، الشخص المسيحي اللي مش مختبر بس بالاسم، الشخص اللي مسلم مختبر، ما ترضى وين أنت موجود. سيك نوك، أطلب اقرأ، أطلب أطلب اقرأ يفتح لك. يعني أنت، يعني أنا بتذكر لما قرعت الباب والمسيح فتح لي، لكن في قرعة كل يوم، في دقة كل يوم. سو ما ترضى باللي أنت بس. حبي بس أنا أحكي كمان مع الشخص اللي اختبره هو راضي باللي هو فيه. ما ترضى باللي أنت فيه. أقرأ كل يوم. There is a lot more. في كتير أكتر من اللي أنا كنت أعرفه. يعني أنا كنت حاجبي نفسي إنه أنا عندي صوت وبقدر أخدم الله فيه. طلع في إشياء كتير أكتر من هيك. يعني في ناس مرة بتذكر قالوا لي فادية معقولي أنت يعني لما اختبرتي اختبار ملء الروح القدس وقفت الترنيم؟ قلت له وقفت الترنيم لأنه في، مش قصدي أنا حط الترنيم داون أو الترنيم أقل، لكن في شيء كتير أكتر من هيك، في بحر. يعني أنا أنت دخلت على الباب لكن في أوض مغلقة، في أوض مسكرة، فوت وافتح. وطبعا هاي خدمتكم اللي هي الصلاة لشفاء النفس. نعم. والجسد والروح. يس. كمان أنت. يس. ورائد. نعم. وأنا حبيت أنه أنت من حالك ذكرت للناس المختبرة وأصعب شيء أنه عايشين حياة مسيحية لكن لا تأثير ولا فعالية، ولما منصل لوضع منفقد المصداقية، منفقد الأولوية، منفقد التأثير على الناس، فبتكون صورة مسيحي، صورة تقوى، لكن تفتقر إلى القوة والتأثير. مزبوط. والفعالية. الرب يباركك والرب يستخدمك. وشكرا كتير كتير لإلك، وإلى الأمام استمر. والأمور الجاي أعظم من الأمور الأولى.